اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب. في هذه الحلقه والحلقه التي ستليها سنتكلم عن ازمه الكهرباء، هذه الازمه التي رافقت حياه العراقيين منذ عام 2003 لحد الان. ازمه تتفاقم، ازمه تجعل المواطن العراقي يتيقن ان لا حل لها بوجود هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ 18 سنه. القضية كبيرة جدا كما يبدو، هي بعض نتاجات هذا الحكم، هذه الطبقة الحاكمة التي جاءت إلى العراق في زمن شاذ وحكمت العراق بهذه الطريقة بالفساد والخراب والطائفية والتقسيمات العرقية والطائفية والميليشيات وكل هذا الذي تعرفونه. فمن خراب إلى خراب، وأزمة الكهرباء ليست هي الأزمة الوحيدة لكنها جزء من أزمات كبيرة وترتبط بها أزمات كبيرة. الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لحد الآن تقول أنها صرفت أكثر من 90 مليار دولار لتوليد الكهرباء، والحقيقة هي صرفت أكثر من 90 مليار دولار على الفساد باسم الكهرباء، باسم توليد الكهرباء. والمبلغ الحقيقي الذي صرف على الكهرباء عندما يحسب جيدا تجده أكثر من 170 مليار دولار. يعني وأيضا أقول باسم الكهرباء صرفت على الفساد أكثر من 170 مليار دولار، لأنه هناك شراء للكهرباء من دول الجوار وخاصة من إيران، هناك شراء للغاز لكي تعمل محطات الكهرباء الغازية التي يعني استوردوها. العراق ليس فيه غاز واستوردوا محطات تعمل بالغاز، لذلك كان هناك تصميم من البداية أنه إيران هي التي ستزودهم بالغاز وتكسب الأموال. هناك أكثر من 150 ألف مولدة أهلية تعمل بوقود، والناس تدفع أموال. المبالغ التي دفعت لحد الآن منذ عام 2003 لحد الآن على هذه المولدات أكثر من 8 مليار دولار من أموال العراقيين، فالمبلغ ضخم جدا جدا. ما قصة هذه الكهرباء؟ الآن درجات الحرارة في الصيف، وهذا متوقع في العراق، يعني في الظل أكثر من 50 درجة، تجاوز 52 درجة، ومؤشرات الدولية تقول أنه في العراق أكثر المنطقة هي تسجل أعلى درجات حرارة في العالم. في هذا الجو الخانق، في ظروف بيئية ليس فيها نباتات، ليس فيها أشجار، ليس فيها رطوبة، ليس فيها أي شيء سوى هذه الحرارة الخانقة المدمرة للعراقيين، يعني تضاف إلى الكوارث الكثيرة. ودرجة الحرارة في الظل مثل ما نقول 52، وفي الشمس أكثر من 62 درجة مئوية. كارثة كبيرة الحقيقة، والكهرباء مقطوعة، قطعت الكهرباء، سقطت يعني المنظومة الكهربائية كلها مرة واحدة، وربما التجهيز للكهرباء في كثير من المحافظات وصل إلى صفر. كارثة كبيرة، والحكومة تتحدث عن يعني ترمي جهات الحكومة الكاظمية، يرمي المسؤولية على غيره وغيره يتهمه إليه، وهكذا الاتهامات وأبراج تسقط ولا تعرف أين الحقيقة وأين أين المصيبة. والمصيبة لا نقول لا تعرفها، لكن حقيقتها هي فساد، وهي تحت عنوان الكهرباء، توليد الكهرباء. كان هناك فساد كبير في عام 2013، قالوا أنه عام 2014 سيكون عاما نصدر به الكهرباء، ومضت 7 سنوات على ذلك الحديث. والشهرستاني اللي نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة، اللي كان وزير للنفط وكان بعهد نور المالكي ويعتبره عالم، قال هذا الكلام، يعني ذهب ولم يعد إلى بلده، لا أعرف من أي من البلدان الأجنبية هو يعيش الآن، في بريطانيا، في أمريكا، في ألمانيا، لا أعرف الحقيقة، لكن هكذا هو طبيعتهم، كلهم يحملون جنسيات أخرى ويذهبون، والشعب العراقي عليه أن يتحمل كل هذه الكوارث. فبالتالي درجة الحرارة عالية، كهرباء مفقودة، والناس لا تعرف ماذا تفعل. قالب الثلج، هذا القالب الواحد وصل سعره في البصرة إلى أكثر من 12 ألف دينار،
من أين تأتي العائلة بمبلغ 12,000 دينار وهو قال ربما لا يكفي إلى ساعتين لتبريد الماء الذين يشربونه، والماء أيضا مقطوع. كثير من مناطق بغداد والمحافظات ليس فيها ماء، ويقولون أنه التيار الكهربائي مقطوع عن مشاريع المياه، لذلك لا تستطيع توليد المياه، فالكهرباء مرتبطة بأكثر من مشروع، وبالتالي المصيبة مصيبة كبيرة. الكاظمي قال يعني شكلنا لجنة، أيضا راح شكل لجنة وقال التحقيق سيكشف يعني قريبا الأسباب التي أدت إلى انهيار المنظومة الكهربائية بشكل عام. ويعني مثل ما يقول المثل، يعني مثل البغدادي البسيط باللغة الشعبية العراقية يقول جيب ليل وخذ عتابه، فبالتالي انتظر. وهذه مئات الآلاف من اللجان التي شكلت، أين نتائجها؟ أنا أقرأ في بعض المنشورات عن الكهرباء، أقرأ أحدهم وضع عنوانا أو سؤالا يقول من يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء المتواصل في العراق، ووضع احتمالات، قال الطبقة السياسية الفاسدة، جهات خارجية لا تريد حل هذا الملف، كل ما سبق. وكانت هناك تعليقات كثيرة وهناك إجابات كثيرة من مواطنين، لكن استوقفني أحدهم، قال قرأت لأحدهم قال يرد على هذا يقول العراقيون من يتحملون المسؤولية لأنهم يقبلون بالفساد والفاسدين. وهذه وجهة نظر يعني فيها الكثير من الصحة. 18 سنة جربوا، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا يمكن أن ينخدع البشر، ولا يمكن للمؤمن أن يلدغ من جحر مرتين، وانتخابات 5 انتخابات ونفس الوجوه ونفس الفساد ونفس الخراب ونفس الوعود ونفس الكذب ونفس الادعاء، والناس يعني تمام تخرج تظاهرات وآخر ثورة تشرين وقدموا شهداء، لكن مو كل الشعب العراقي ساندهم. لو كان الشعب العراقي كله ساند ثورة تشرين، ساند هؤلاء الشباب الحلوين، لكان انتهى هذا الموضوع وانتهينا من كل هذه العملية الفاسدة والخراب والدمار الذي يحل بالعراق. هادي العامري يقرأ له يقول لن ينعم العراق بالخدمات إلا بخروج القوات الأمريكية. سبحان الله، ألم تكن هذه القوات الأمريكية هي القوات الصديقة التي قبلتم أياديها والتي جاءت بكم وسميتموها قوات تحرير؟ ما حدا مما بدأ، يعني ما حدا مما بدأ، هذه يعني مصيبة. الكاظم يقول إنهم يريدون أن يحملوا حكومتي مسؤولية العبث بملف الكهرباء منذ سنين. أين الذين صرحوا أن أزمة الكهرباء ستنتهي 2013 وسنصدر الكهرباء 2014؟ هذا كلام صحيح لكنه كلام مردود عليك، أنت جزء من هذه المنظومة، لا يمكن أن تتخلى عن هذه المنظومة بالكامل. يعني أنت لم تأتي اليوم، أنت جزء من هذا النظام، من التهليل لهذا النظام، من بناء هذا النظام الفاسد وهذا الخراب، أنت جزء منه من عام 2003 لحد الآن، وأنت قبل هذا كنت مدير للمخابرات، فلا تتحدث بهذه الطريقة، هذه طريقة معيبة. الآن إذا كنت تحملهم المسؤولية، حملهم المسؤولية بشجاعة، وقف قول فلان وفلان وفلان وفلان، كل هذه الحكومات وهذه الميليشيات وهذا هذا الدمار، واترك الكرسي واخرج. ربما علينا نتوقف هنا لأنه وقت هذه الحلقة قد انتهى، نكمل في الحلقة القادمة، هناك أيضا حديث كثير عن هذه الأزمة الكبيرة. أترككم بخير وألتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة جديدة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.